عنف ناعم يمارس بحق المرأة، بحيث تحرم في كثير من الفرص في كثير من المجالات، ليس لسبب إلا لأن كونها امرأة. يعني بالنسبة لحقوق المرأة، الصحيح أن المرأة مش بتأخذ حقوقها، الصحيح أن المرأة أصلاً إلها حقوق طبيعية في هذه الحياة، مما خلقها ربنا ولها حقوق طبيعية. القرآن أنصفها والكتب السماوية كلها أنصفتها بأنها لها حقوق كاملة. بالنسبة لأنه البنت ما أخذ حقوقها هون بالكامل، أنا شايفة أنه لا، يعني أكيد أنه في عوائق، يعني سواء من المجتمع أو من أهلها، وكمان أنه تطلع تشتغل برا، فمش كتير برضو يعني محبب الإشي. بيرجع الإشي يعني للمجتمع أو للأهل، أنه كيف أنه نظرتهم للبنت اللي بتطلع تشتغل برا. معتقداتنا تربينا عليها على هذا الأساس، إنه يكون في خوف على البنت أكتر من الشاب، فهذا الإشي بيخلينا إنه نأخذ حقوقها أقل. أنا بعتقد إنه المجتمع بدعي إنه عاطي حقوق المرأة في التعليم وفي العمل. الحقوق موجودة، بس لازم المرأة تقاتل حتى إنها تحصل عليها. فأي تجربة مربوطة بقديش المرأة قادرة تصمد وتقاتل، ودائما الجهد اللي إحنا بنبذله أقل من اللي بنحققه، لأنه دائما إحنا تحت المجهر، دائما مطالبين نكون نعمل كل الدور اللي علينا بمنتهى النجاح وبدون أي أخطاء. أنا برأيي إنه البنت مش ماخدة حقها في المجتمع زي ما الشباب ماخدين حقهم، وإنه يعني إذا البنت صحت لها، إنه إذا البنت صحت لها فرصة لتطلع برا وتشتغل، إنه مش غلط، بالعكس، لأنه يعني هاي فرصة كتير منيحة ومش كل يوم تتكرر، وأهلها لازم يعني لازم يدعموها ويوقفوا معها، لأنه ما عارفين شو بنتهم، عارفين شو هي، ولأنه هي قد حالها بالنتيجة. هذا الاشي بيرجع لطبيعة الأهل، يعني في أهل أحياناً بيوافقوا إنه الشاب أو الصبية يطلعوا بنفس المستوى، إنه أجت فرصة تدريب أو شغل للشاب وللصبية ما عندهم أي مشكلة. فأحياناً ممكن البيئة المحيطة فيهم شوي يحتجوا، بس بيرجع لطبيعة الأهل، يعني إذا كانوا موافقين ما فيش أي مشكلة.